أهلا بالستات وبكل مشاهدين برنامجنا أهلا بالستات على شاشة MBC مصر. لحظة العصبية من أصعب اللحظات اللي بتمر على أي حد، لحظة مش بنشوف فيها حد خالص في اللي حوالينا، وممكن كمان في لحظة نلاقي نفسنا واخدين قرارات غلط أو قايلين كلمة سهلة تخسرنا اللي حوالينا. طيب نحل المشكلة دي إزاي، وإزاي نحاول نسيطر على انفعالاتنا، وإزاي نقدر نهدي أعصابنا في أقل من 5 دقايق؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. هنعرف إزاي نتعامل مع الناس ونتعامل مع عصبيتنا من ضيفتنا اللايف كوتش فريدة إسماعيل اللي منورانا في استوديو أهلا بستات. خلونا الأول نرحب بيها. أهلا بيك يا فريدة. هاي، عاملة إيه؟ الحمد لله، منورة الدنيا. ميرسي، ثانك يو. أخبارك يا أستاذة فريدة؟ منورانا يا غالية. الحمد لله. عاملة إيه أخبارك؟ الحمد لله. قبل أي حاجة يا فريدة بقى، أخبار الطبخ معاكي إيه؟ ماليش فيه قوي الصراحه، على قدي. باين سامباتيك. ده بقى العريس اللي هيجي بقى لازم يتخانق ويتنرفز ويعمل كل حاجه، عنده حق بقى. هي بقى انا بقى تعملي له تمارين بقى عشان ما ياكلش. تكنيك العصبيه بقى. ايوه هاكلها. هتعرف لما كده هيتعصب كده يا فريده. ما انا بتعلم والله. ده لازم تتحط قدام بقى تحدي، هتطلع احسن حاجه في الدنيا ان شاء الله. يا فريده، ايه اللي يخلي الانسان يوصل لدرجه عصبيه عاليه كبيره قوي؟ هو في حاجات كتيرة قوي، من ضمنها يعني أهميتها إنه الـ past experiences بتوعي، التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي. ناس كتيرة قوي بتقول، ودراسات كتيرة قوي أثبتت إنه العصبية is a secondary feeling، بمعنى إنه على طول بيكون وراها حاجة. فأنا مثلا let's say حاسة إن أنا مجروحة من حد، حاسة بالخجل من حاجة، خايفة، بيبقى ساعات صعب عليا قوي ان انا اكسبرس الفيلينجز دي، فبتطلع بشكل عصبيه، لانه اسهل عليا ان انا اتعصب من ان انا اواجه اللي انا حاسه بيه. فكتير قوي بتكون هي اكشلي مجرد سكرين او حاجه انا بستخدمها، تول بستخدمها عشان اعبر على مشاعر انا مش عارفه ان انا اعبر عنها. وبرده ممكن تكون بسبب ان انا يعني ابسط الحاجات ممكن تدفعنا ان احنا نتعصب، عشان مثلا في حاجات كتير قوي تانيه مضايقاني، فابسط الحاجات ممكن تتريجر مي، فبيكون وراها حاجات كتير قوي. ومهم قوي ان انا اعرف ايه اللي بجد مسبب العصبيه دي، وايه اللي يعني ادور وراه لحد ما اعرف ايه السبب الحقيقي ورا. يعني العصبيه كده بتقول يا لميس ان هي مخزون لحاجات مؤلمه. بالظبط. الله عليك. صح 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 جدا. حاجات مؤلمه، مش كده يا فريده؟ حاجات مؤلمة وحاجات طرق أنا اتعلمتها، ممكن من وأنا صغيرة مثلا شفت اللي حواليا على طول بيتعصبوا، ممكن وأنا صغيرة ما كانش عندي. يعني إيه، بتتورث ولا إيه؟ مش بتتورث، بس بتتنقل. بتتنقل؟ اه. عادة سيئة يعني. بالظبط. يعني زي، يعني معنى كده إن العصبية دي مش صفة عند شخص أو هي موجودة عنده، هي حاجة كرد فعل على الظروف المحيطة بيه. بس مهم برضو ان احنا نعرف انه في ناس معينه عندها تندنسيز ان هي تتعصب اكتر. يعني ممكن نبقى احنا مثلا 2 اخوات كبرنا في نفس البيت، نفس الاهل، نفس الاب برينجنج، كل حاجه، بس حد بيتعصب قوي وحد عصبي وحد هادي. بالزبط. جدا. صح. لانه يعني اللي بيختلف من بين بني ادم للتاني هو ردود افعالنا. فممكن اكون انا مثلا واحده بعرف اتعامل مع المواقف الصعبه او المواقف اللي بتوترني او بتعصبني، بس حد تاني ما عندوش التولز اللي تساعده ان هو يتعامل. بالظبط. فهي بتكون اتس ميكستشر من زي كل حاجه، ميكستشر من كل حاجه، بيكون البيت اللي انا كبرت فيه، الطرق اللي انا اتعلمتها اكتسبتها من وانا صغيره، مع شخصيتي وردود افعالي انا، وكل الشغل اللي انا بشتغله على نفسي. فريده دلوقتي في